السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم أخوكم جمال صالح باللاحج، رئيس مجلس إدارة مجموعة جمال باللاحج، حاليا مشاركين إن شاء الله كراعي رسمي لمعرض المقامرات والتخييم في الشارجة في مدينة الديت. وحنا رعايتنا هذه السنة بتكون رعاية السنة الثانية على التوالي، وهذا بخصوص أن المعرض واهتمامنا في المعرض كل سنة يجلس يتكبر ويتوسع، والفيدباك اللي جانا عن السنة اللي فاتت كانت أشياء طيبة. والمعرض يعتبر من أحد المعارض المهمة في دولة الإمارات من حق المقامرات والشتاء وهذا، لأن لا تنسون وقت الشتاء وصل. ونحن رعايتنا بشركة كربانات باللاحج، لأن نحن نفس الشيء عندنا حق المقامرات والتخييم عندنا الكربانات وهذا، ونحن مثل ما تشوفون الحين ياسين في واحد من الكربانات مسوين اللقاء فيه. كذلك بخصوص كربانات باللاحج، في شركة تقريبا كملت الحين 8 سنوات، نحن من أكبر الشركات موجودة تقريبا في الشرق الأوسط، عندنا وكالات. نحن الوكيل الحصري والرسمي لشركة كامكو اللي هي أكبر شركة مصنعة لقطع غيار الكربانات في أمريكا. وكذلك نحن عندنا كذا وكالة للكربانات مثل الموتر هوم، مثل كربانات القلص وهذا، عندنا كذا وكالة، وإن شاء الله في التوسع دائم لجعل هالهواية اللي هي هواية التخييم وهذا تكبر وتكبر في دولة الإمارات أو في الخليج بعد كذلك. وإن شاء الله عندنا توسعات إنه نفتح، أوردي عندنا وكيل في عمان، عندنا وكيل في قطر، عندنا وكيل في السعودية، في الكويت، في البحرين، وإن شاء الله عن قريب يكون افتتاح مركز أو فرع للشركة في الكويت إن شاء الله باسم كربانات باللاحج في الكويت إن شاء الله. إن شاء الله نترياكم تزورونا في معرض المقامرات والتخييم في الديت من تاريخ 26 إلى 30 أكتوبر 2022 عشان تشوفون كل جديد في المعرض عن المقامرات والتخييم، وإن شاء الله تحصلون اللي أنتم تشوفونه وتشوفون بعد الكربانات الجديدة إن شاء الله.